مشاهدي اوريزون تي في، انما كنتم اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من برنامجكم الرياضي زوم سبور. تحية لكم مشاهدينا من بلاتو اوريزون تي في، وكما عودناكم دائما بجديد الاخبار الوطنية الدولية الرياضية. ومشاهدي الكرام، طاقم اوريزون تي في كيقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. وبداية نبدأ باخبار الفرق التي شاركت في المنافسات القارية، حيث تمكن فريق الوداد الرياضي من دور من التأهل الى دور الربع من منافسات دوري ابطال افريقيا بعد تغلبه على الفريق الجنوب الافريقي. هذا وجاء تأهل الوداد بعد فوزه على فريق سان داونز جنوب إفريقيا في المباراة التي جرت أطوارها بمركب محمد الخامس بالبيضاء وعرفت حضور عدد كبير من جماهير الوداد الرياضي. هدف الفوز سجله اللاعب أنس الأصبحي. تجر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي احتل صدارة مجموعة ب 11 نقطة، بينما المركز الثاني كان من نصيب حوريا كوناكري الغيني برصيد 8 نقاط. ودائما في عن نفس المسابقة، الدفاع الحسني الجديد يحيي أماله من جديد بعد تفوقه على فريق مولودية الجزائر بهدفان دون رد. فوز الدفاع الحسني الجديد لم يكن سهلا رغم استقباله في ميدانه، حيث غابت عن الكتيبة الدكالية مجموعة من العناصر أبرزها اللاعب أجردوم وأيضا اللاعب الوردي، بالإضافة إلى اللاعب الحسناوي، لكن هذا لم يمنع اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان من تقديم الأفضل والانتصار الذي طال انتظاره من طرف عشاق الدفاع الجديد. يشار إلى أن المباراة عرفت عودة بعض جماهير الدفاع الجديد إلى المدرجات. ومن جانبي، ففريق الدفاع الحسني الجديد أصبح يحتل المركز الثاني بخمس نقاط خلف المتصدر تي بي مازيمبي، حيث من المحتمل أو من المتوقع أن يرحل فريق الدفاع الحسني الجديد في 25 من الشهر الحالي لمواجهة تي بي مازيمبي بيوم 28 من نفس الشهر. ومن عصبة الأبطال الإفريقية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث استطاع فريق النهضة البركانية أن يعود بفوز مهم من السودان على الهلال السوداني بهدفان دون رد ليضمن بدوره التأهل إلى الدور الموالي. فوز النهضة البركانية جاء خارج القواعد بالسودان، مما يؤكد على أن الفريق البركاني أصبحت لديه من التجربة ما يكفي في المنافسات القارية تحت قيادة المدرب الطموح منير الجعواني. المباراة القادمة للفريق ستكون في 29 من هذا الشهر أمام فريق يونياو دوسنجو. وأهداف فريق النهضة البركانية سجلهم كل من اللاعب لابا كوجو وكذلك ألان تراوري القادم الوافد الجديد على الفريق البركاني. وعن نفس المسابقة، فريق الرجاء الرياضي أجل التأهل أو الحسم إلى المباراة القادمة إذ سيواجه الفريق الغاني بعدها خسارته أمس أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي. هزيمة الرجاء لم تكن متوقعة أمام فريق فيتا كلوب الذي أبان مشاهدينا عن مستوى كبير واستطاع أن ينقض عفوا على الصدارة مؤقتا بعشر نقاط، فيما الرجاء لا زال في المركز الثاني بثماني نقاط وتفصله بنقطة واحدة عن التأهل إلى الدور الموالي في المباراة التي ستجمعه بالفريق الغاني. وبطبيعة الحال فالمواجهة التي ستجمعه بفريق أدوان ستارز الغاني ستجرى في 29 من الشهر الحالي. ومن المنافسات الإفريقية نعود إلى الدوري الوطني، حيث تعود عجلة البطولة الوطنية إلى الدوران في 25 من الشهر الحالي بمباريات عن الدورة الأولى. والبرنامج جاء على الشكل التالي: نهضة بركان سيواجه فريق مولودية وجدة، فيما الرجاء تستقبل شباب الريف الحسيمي، بينما المغرب التطواني يرحل إلى خريبكة لمواجهة أولمبيك خريبكة، بينما برشيد تستقبل حسنية أكادير.
فيما اتحاد طنجة سيستقبل فريق سريع واتزب، وفريق الكوكب المراكشي يستقبل الفتح الرباطي. أما الدفاع الحسني الجديدي فسيرحل لملاقاة الجيش الملكي، فيما القرش المسفيوي سيستضيف الوداد الرياضي. ومن جانبه ففريق أولمبيك أسفي وقع لزكريا الهلالي عقد يمتد لموسمين. وبطبيعة الحال التوقيع جاء بعد فك الهلالي ارتباطه بفريق رجاء الرياضي. ودائما بخصوص الأخبار الوطنية، حيث تمكن فريق المغرب الفاسي من الفوز بدور المرحوم حميد الهزاز في نسخته الأولى التي أقيمت بفاس. فوز الماس جاء بعد تغلبه على الأولمبيك أسفي بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة النهائية بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما. ونواصل أخبارنا مشاهدي الكرام، حيث الدوري الإسباني بدوره انطلق في غياب الدون، وتمكن الريال من الانتصار على فريق خيطافي بهدفين دون رد. أكيد مشاهدينا، فقد حقق فريق ريال مدريد فوزا سهلا على فريق خيطافي بهدفين نظيفين في لقائهما في إطار مباريات الأسبوع الأول للدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي اللقاء كل من اللاعب داني كارفاخال بضربة رأس من عرضية اللاعب غاريث بيل في الدقيقة 20، وغاريث بيل في الدقيقة 51 من عمر المباراة. وبدوره فريق FC برشلونة يضرب بالثلاث، ويؤكد على أنه بدوره قادم بقوة في الدوري الإسباني أمام فريق ألافيس الإسباني. وبدوره الفريق الكاتالاني لم يدع الفرصة تمر، حيث تمكن من الفوز في أولى مبارياته للدوري الإسباني على فريق ديبورتيفو ألافيش بثلاث أهداف لصفر، تناوب على تسجيلهما كل من ميسي بهدفين وكوتينيو. وهذا يؤكد لأن الفرق الإسبانية قادمة بقوة، وأن الدوري الإسباني لن يكون سهلا هذا الموسم. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة صورة اليوم. صورة اليوم مشاهدي الكرام، اخترنا لكم صورة للدون كريستيانو رونالدو رفقة الأسد المغربي المهدي بن عطية. يمكن نقول أنها صورة من تدريب اليوفي. و هالصورة كتبين لأنه ما بقاش الخلاف الحاصل اللي كان ما بين كريستيانو وما بين الأسد بن عطية في منافسات روسيا، فهما كيف ما كنشوفوها هما على خير، مفاهمين بعضياتهم، وكنظن على أن هذا الشيء كيدل على أن هناك أهداف، هناك يعني في منافسات غير نفسه على مستوى الأهداف، لأنه كنعرفوا بن عطية حتى هو كيسجل بالراس. فدونك حذاري حذاري يا رونالدو. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم زوم سبور. دمتم في رعاية الله وحفظه.